إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة المحمدية، وبرافو العناصر الأمن الوطني وقوة المساعدة بمدينة المحمدية اللي قاموا بعمل جبار لمنع أي شغب بعد انتهاء ديال المقابلة ديال شباب المحمدية ضد حسنية أكادير. حنا كنشاهدوا الهدوء يعود للشوارع مدينة الزهور في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، بعد ما انتهت المقابلة بانتصار ديال أصحاب الدار شباب محمدية بثلاثة ديال الأهداف لهدف مشابهنا الكرام. عندنا ديال الأجواء بمدينة المحمدية كيف ما كتشاهدوا معنا، من متابعينا الكرام من مدينة المحمدية كيف ما كتشاهدوا معنا، الهدوء يعود لشوارع مدينة الزهور بعد عمل كبير اللي قاموا به يعني عناصر ديال الأمن الوطني وقوة المساعدة، مشكورين للعمل الكبير اللي قاموا به. كذلك كان منسوش أنه كان يعني تنقل كبير ديال الجماهير ديال حسنية أكادير لمدينة المحمدية بالرغم من بعد المسافة، فجماهير حسنية أكادير انتقلت بأعداد كبيرة لمدينة المحمدية وتشجع الفريق في هذه الظرفية الصعبة اللي كيعيشها. لحظات مازال مغادرة ديال قوة المساعدة لمحيط ملعب البشير. إذن متابعينا الكرام، معكم هذا المباشر ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. الى اللقاء.